بوبيف محمد بن عيسى حداد من سعودة. طوني يسمو لي بن عيسى زيد في 37 37. أولا نعرفوا الخوالد هذه وين. الخوالد هذه تنتمي إلى بلدية العيسوية، أثناء الثورة كانت يسموها تورثاسين، هذا هو الاسم الحقيقي. اسم الخوالد الذي حدها شمالا تي جي وهلك ابن بلعز واد يسموها واد التميت، غربا تي جي بن بوكر، شرقا الشماليل، وجنوبا البشيتية. هذه المنطقة النقطة الجغرافية بالنسبة للثورة. يعني أول ناس اللي كان سنهم يسمح لهم للثورة وكان فيهم كانوا وطنيين هنا، أول احنا ما نعرفو خلدون.